الفنانة روبين عيسى، أمس انتهيت من تصوير فيلم مع المخرج باسل خطيب، تحكي لنا شوي عن مشاركاتك السينمائية، خاصة بنعرفك أنت متوجهة أكثر للسينما والمسرح أكثر من التلفزيون. هلا انا الفيلم يعني ما فيني اقول خلصته على الاخر، بجوزكم ما خلصته بس على الورق خلصته. يعني الفيلم بعنوان الاعتراف، اخراج الاستاذ باسل الخطيب. هي ثاني تجربه سينمائيه لي مع الاستاذ باسل. اول تجربه كانت لي بفيلم الاب معه، كانت اول تجربه لي بالسينما كفيلم روائي طويل. هذا الفيلم معي الاستاذ غسان مسعود، استاذه ديما قندلفت، استاذه كيندا حنا، ومعي استاذ محمود نصر. فمعي بقى هيك لطيفه ما متذكره، يعني ما بدي هلا اقول كل الاسماء وانسى حدا، بس يعني اللي شغلي معهم ذكرتهم. انا دوري بالفيلم سهام، زوجته لابو جاد الاستاذ غسان مسعود عم بيأدي دوره. العمل هو مرحلتين، بالثمانينات والوقت الراهن. انا شغلي بالثمانينات. اي بفيلم الاب انا كنت وفاء زوجة الاب يلي عم بيأدي دوره الاستاذ ايمن زيدان. كان بيحكي عن داعش وعن ازمة عائلة هربت من داعش ورحلة طويلة اثناء الهروب. يعني إلى أي درجة بتحسي إنه أنت متمسكة بالسينما مع إنه بعدك بعمر صغير يعني كسن، وبعيدة يعني عن كتير من تفكير بنات جيلك ممكن اللي بيهتموا بالتلفزيون وبالشو وبالإعلام؟ هلا أنا ممثلة، يعني أنا بحب أشتغل مسرح وتلفزيون وسينما. أنا بلشت من المسرح واشتغلت دراما تلفزيونية. لما اشتغلت سينما حسيت بإنه إنه هي يعني كتير قريبة لإلي. حسيت إنه السينما فن بينبش الممثل كتير، السينما فن التكسيف، السينما ذاكرة، هي أهميتها أنا بشوفها. كتير بتعلم الممثل، أنا تعلمت كتير من أول تجربة. حسيت إنه السينما فعلا هي عين ورياكشن، يعني هذا بيخلي الممثل يبحث عن الصدق جواته أكتر، لأنه لما بيشوف حاله الممثل على شاشة السينما بصير بينتبه إنه عينه اللي عم تحكي، رياكشن بوشه عم يحكي، الحالة بتوصل من خلال العين، فبالتالي هذا أصعب. يعني الممثل بيضطر يكثف كتير جواته لحتى يوصل شعور يشوفه المتلقي من خلال عينه على هي الشاشة الكبيرة كتير. يعني أنا اللي كنت خاف منها أول شيء، الدراما شيء تلفزيونية، والسينما شيء، والمسرح شيء، كل شيء له نكهة. يعني أكيد عرض لك مؤخرا مسلسل مذكرات عشيقة سابقة، وكان دورك عمل ضجة كبيرة ومهمة، وإضافة كان كتير في آراء للنقاد حول أدائك بأنه كان شيء احترافي ومهم. لأي درجة أو أنت ممكن تعاملتي مع هذا الدور وأتعبك نفسيا مثل ما شفناك بالعمل، ولأي درجة ممكن تخافي أو تشعري بمغامرة بقبولك لشخصية مثلا بهيدا المجتمع شبيهة بالشخصية اللي أنت أديتيها؟ هي شخصية وفاء، أنا من لما ما قريت النص، طبعا العمل إخراج الأستاذ هشام شربتجي والنص للأستاذ نورشي شكلي، لما قريت الدور من على الورق حسيت بأنه هذا الدور خاص، وحسيت أنه في شيء جديد أنا ممكن أقدمه. في عالم داخلي هيك تحرك جواتي من أنا وعم بقرأ. يعني أنا بتذكر في مشهد موت الشخصية أنا وعم بقرأ صرت أنا أبكي أنا وعم بقرأ المشهد. تعاطفت معها كتير لوفاء. حسيت أنه أنا بقدر من خلالها أحكي وجع موجود كتير، بحكي حكاية امرأة بتشبه كتير نساء بهذا المجتمع عم يتعرضوا لظلم ضمن هاي الظروف تحديداً اللي عم نمر فيها وهن ما حدا بيعرفهم. حسيت بمسؤولية، حاولت كتير أبحث بعالم الداخلي للشخصية قبل ما أفكر بشكل الخارجي. الشكل الداخلي يعني الشيء الداخلي عند وفاء هو اللي قادني لوفاء، كيف شكلها، كيف بتلبس، كيف بتحكي، كيف بتعيش. أنا بشوف أنه الممثل لما بيعمل دور وبصير في ثناء عليه لهذا الدور تزداد المسؤولية عليه بأنه هو يصير يشتغل على حاله أكثر. وبالعموم أنا بشوف أنه الممثل أي شخصية بتجي سواء كانت شخصية بسيطة أو شخصية محورية، يعني هو بيقدر يعمل بطلة بأي عمل، بأنه هو يبحث داخلها بتاريخها، يقاطع مع نفسه بشو بتتقاطع، بتتقاطع مع ناس يمكن بيعرفها بالحياة، يمكن تجربة مو عايشة. أنا مو عايشة تجربة وفاء، بس أنا كنت أسمع قصص بتشبه قصة وفاء، فبالتالي أنا بقدر جيبهم لعندي لحتى شكل هاي الشخصية بالورة
ليشوفها المتلقي بهي الطريقة. هي تجربة كتير مهمة بالنسبة لي وفاء، أنا بحبها كتير وأنا سعيدة يعني الحمد لله اللي قدرت تكون أمينة على الورق وقدرت وصل شيء الناس مسة يعني وحبته. بتخافي ممكن أنك تأدي هيك أدوار أو شخصيات أكثر من مرة، خاصة أنه المجتمع ممكن يرفض الشخصية حتى وممكن يسقط هيدا الأمر على الممثلة اللي عم بتأدي هيدا الشخصية؟ أنت قصدك ما يخص موضوع الجرأة بهذا الدور. الجرأة أنا بشوفها هي كتير طبيعية لما بتكون ضمن شروط محترمة وقالب فني. يعني أنا مع الجرأة بالطرح، الجرأة بالموضوع، الجرأة بأي قضية ممكن تساعد المجتمع أو تفتح ذهنه على شيء أو تخليه يفكر ويحس بالآخرين. يعني للجرأة أنواع، في فرق بين الوقاحة، في فرق بين أنه الجرأة الموضوعية يلي بتخدم والعمل الدرامي، ونحن مهمتنا كممثلين خلال شغلتنا يعني ومهنتي بتحتم علي أني أعمل أي دور جريء بطريقة محترمة بطريقة فنية وصل منها مسج وفيد فيها المجتمع يعني. فأنا مع الجرأة بالموضوع، أكيد ما بقلق، بالعكس أنا بحب أشتغل هيدا النوع من الشخصيات وما عندي مشكلة طالما عم يقدم بطريقة محترمة يعني. ونحن هون مندقق على الجانب الإنساني بالقصة، يعني نحن ما عم نروح باتجاه الجرأة الوقحة خليني أقول، أو أي شيء بيخدش حس المشاهد أو عين المشاهد، لأنه أنا بعرف أنه أي عمل درامي عم يتقدم عم يدخل على كل بيت، عم ينشاف على كل شاشة، في عائلات، في أطفال، في أزواج، في ناس نحن منختلف يعني بذائقتنا بتركيبتنا النفسية، فنحن عم نقدم مادة فيها جرأة بالطرح بتناسب كل الشرائح باتجاه الشيء الإنساني واللي بيخدم المجتمع وبيحل مشكلة قد تكون كتير موجودة ونحن مو شايفينها عم نضوي عليها يعني.